عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في كوجينتي مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله وصفتنا باش تكون وصفة سومون أو فوخ بالإيطاليان اسمه سالموني الفورنو، باش نوريكم كيفاش باش نفوحوه مع بعضنا ويجيكم طري على الآخر، وكما كومبانيومون كيما قاعدين تراو عملت معاها زادة شوية كرومب كيف باش نوريكم طريقة تحضيره. قبل ما نمروا طريقة التحضير وطول ديتاي، نحب نقول إذا كان أول مرة تجيو القناة وعجبتكم اشتركوا مع تفعيل الجرس باش هكاكا يوصلكم كل جديد نهبطوا. ما تنساوش باش تخليوا لي لايك كان عجبتكم الفيديو هذية وتعليقاتكم بيان سور. دونك ما نطولش عليكم، تو مروا ديراكتومون نشوفوا كيفية التحضير. نبدأ بسم الله. دونك بالنسبه للغوسيت نتاع اليوم، حاشتنا فيلي نتاع سومون، يكون ماذا بيكم ديجا منظفينه من قبل ومنحيين له الشوك نتاعو. دونك توا باش نحي له الكيرت باش نحطه ديريكتومون على الطبق اللي باش ندخله للفول، ويكون الطبق ديجا حطينا عليه بالمصبق البابي كويسون، وباش نبداو ان شاء الله في التفويح. ولا حطيت الفيلم تاعي ديجا في الطبق اللي باش يدخل للفور. الطبق كيما تراو حطيت عليه بابي كويسون وبليتها بشويه ماء دو فاصون تبدا شد روحها مليح، وما تتهزليش من بعد لا على اليمين ولا على اليسار. بالنسبه لتفويح السومون لهنا، مانيش باش نحط له زيت بالكل بالكل بالكل، على خاطر اون ايتون ديجا ان بواسون غرا باش يسيب لنا الزيوت نتاعو الكل. دونك اون فا با يوتيليزي دو لويل. ميم شوز بالنسبه للملح، ردوا بالكم على خاطر لو سومون سي ان بواسون كي كونتيان ديجا دو سيل، يعني فيه ديجا كميه باهيه من الملح. دونك فريمون كان باش تحطوا له ملح حطوا ولو جوست نفه صغيره خير من اللي بعد يجيكم مالح برشا، وكيما ديما نقول ما عاد فيه ما يداوى. باش نبدا نفوحوا توا تودا بغ بشويه فلفل اكحل، وهوني الفلفل الاكحل كل واحد عاد حر يحط قد ما يحب. باش نحط عليه زاده مغرفه صغيره من الكمون ونوزعها مليح على الحوطه الكل، وباش نسحق زاده شويه كليل. انا هوني عندي الكليل الشايح، لكن تجمو زاده كان عندكم تحطوا له الكليل الاخضر يجيكم كمام فاوح وبنين. Un autre ingrédient important ou li yemchi mliha mliha avec le saumon houa lanet ou illa chibt bel arabi. Kif kif ana houni عندي chibt chayh, lakin entou ma tajmou tistamlou chibt el freshk yjikom el goum taou aqwa ou yasr yasr bnin. Nhatou lou kamiya bahia bien sûr. بعد ما كملنا وفوحنا الحوطه نتاعنا، باش ناخذوا توا رونديل تقارص ونوزعوهم بالفاسون هذه باش يفوحوا لنا حويتتنا ويسيبوا لنا نكهتهم البنينه. كان عندكم تجمو زاده تزيدوا عليهم دي رونديل دورانج وتجيكم زاده حويجه هايله وخرق العاده. انا هوني مالوغوزمون ما عنديش البرقدين، وليت حطيت كان رونديل القارص. نكمل نحط لي رونديل نتاعي الكل، وبعد نواصل نحط دي رونديل دونيون ويكون ديجا قصيت بالمصبق كعبه بصل، وباش نحطهم دو لا ميم فاسون. نصيحه نعطيها لكم، كثروا من البصل راهو يفوح ويبن برشا برشا برشا. انا هوني استعملت كعبه واحده، لكن كيما قلت لكم تجمو تحطوا اكثر ويجيكم ابن. كملنا حطينا رونديلات القارس مع رونديلات البصل على الحوطه نتاعنا، وتوا قبل ما نوصلوا ندخلوها للفور باش نحطوا عليها شويه بابريكا والا شويه فلفل حلو، ونحطوها في الفور على درجه حراره 180 بوندون 20-25 مينوت. خلينا السومون تاعنا يطيب في عقله، باش نجيو نحضروا مع بعضنا الكرومب اللي باش يكون لاكومبانيمون ايديال نتاع حوتتنا. تجمو زاده تنوعوا وتحطوا باغ اكزومبل الخضره اللي تحبوا عليها، كيما باغ اكزومبل لي اسبيرج او بيان لي بروكولي، لكن صدقوني اللي الكرومب مع السومون تجيكم حويجه خارقه للعاده وبنينه برشا برشا برشا. دونك كيفاش باش نحضروه هالكرومب هذايا؟ دونك بالنسبه للكرومب انا هوني خذيت نص كعبه يكون ديجا غسلتها امورها واضحه، باش نقصها اون جوليان، وبعد ما كملت وقصيتها الكل باش نطيبها في الطاوة. الطريقة سهلة برشا، ناخذو الطاوة اللي باش نطيبو فيها الكرومب متاعنا، باش نصبو عليها شوية زيت زيتونة، نخليوه يحمى مليح. من بعد باش نزيدو عليه سنتين ولا ثلاثة سنون ثوم، بالطبيعة الثوم لهنا يرجع الاختيار ليكم انتوما، كانكم من محبين الثوم بالطبيعة تزيدو، كان ما تحبوش الثوم تنقصو، ولا المهم الثوم لازم يكون موجود باش يعطيكم النكهة البنينة. نخليوهم شوية لو طون اللي يسيبولنا نكهتهم في الزيت، وردوا بالكم لا يتحرقوا بيان سور، ودو ما يبدا الثوم يعمل لكم كلك بول وقتها باش تزيدوا له مغرفه صغيره من الفلفل الشايح، تعطيو تحريكه باهيه دو فاصون يتخلطوا مليح تو لي زانغريديون، ومن بعد باش تزيدوا عليهم الكرومب اللي يكون قصيناه ديجا اون جوليان. بعد ما حطينا الكرومب نتاعنا الكل، نصبوا عليه شويه ماء باش ما يشيحش ويشدلنا في قاع الطاوه، نغطيو عليه ونخليه يطيب في عقله على نار هاديه بوندون 20-25 مينوت. نتفقدوه دو طون زون طون جوست باش نشوفوه اسكو يستحق شي اكثر ماء والا لا، سينو خليه يطيب في عقله حتى لين يطرى.
هذية 20 دقيقة تقريب وهكم تشوفوا اللي الكرنب انشح من الماء. دونك توا باش نبداو نفوحو. باش نفوحو سهلة برشا، ملح حسب الذوق بيان سور، نحركو مليح كل ما نزيدو انغريديون جديد، وفلفل اكحل، والا كان عندكم بيبر ميكس سي لا ميم شوز بريسك. وكيما العاده نعطيو تحريكه باهيه باش يدخل لفه هذاك الكل في الكرنب ويكون هكاك الكرنب بتاعنا حاضر. نرجعوا توا للسومو نتاعنا اللي يكون زيد طاب ومور واضحه. هاكم باش تشوفوا لونه ما شاء الله كيفاش يلزم يجي، وبطبيعته كيما شفتوا ما شدش وقت بالكل ويجيكم تري يهبل. وهكاكا ما بقى لي كان باش نوريكم لي بلا في صحن التقديم. إيه ولا حتى بالنسبه لليوم وصلنا لنهايه الوصفه. ما شاء الله شوفوا السومون قداش جات تري وفاوح تبارك الله، سورتو كي حطينا له دي غونديل دو سيترون. بالنسبه للكرومب اون فوا طاب نحطوا عليها شويه زيت زيتونه باش يزيدوا بن على بن. ان شاء الله عجبتكم الغوسيت نتاع اليوم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. نعاود نذكركم باسم الغوسيت بالايطاليان اللي هي سالموني الفورنو كونفيرزا ان باديلا، يعني سومون او فور افيك دي شو على بوال. كان عجبتكم الغوسيت ما تنسيوش تخليوا لي فو لايك et vos commentaires et surtout ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نهبطوا وما تضيعوا حتى فيديو. وبالطبيعه نستناكم زيدا باش تتبعوني على البروفيل انستغرام et dans mon groupe de cuisine فيسبوك كوشينيا وينسيامي دبرتنا اليوم. نقولكم ميرسي بوكو على المتابعه وصحه وبشفي ليكم، et à la prochaine recette ان شاء الله مع 1 2 3 au plat.